معاك. جهز. بس ايش في؟ تعال الحقني الحقني بسرعه. طاقوا حقنته ما في مجال. قولك انا بس بدي افهم نحن لوين بدنا نروح. قولك تعال بابا بفهمك كل شيء على الطريق. يا الله على الولد بسطه محروقه. انت المسؤول عن كل مشاكل رح تصير معنا. ها الله يستر. وبعدين وبعدين هسه من الطريق ما قلت لي ممكن افهم نحن وين رايحين. قولك ما بدك تسكت بقى ما بدك تسكت. قولك انا اصغر عالي وخلاني اجيبه معي. يخرب بيتك من حالك. الطريق ما بعرفه ماشي على الجي بي اس. هلا من الصين. شو على الجي بي اس؟ لا وصلنا وصلنا يوم احنا. بس فهمني وين رايحين عشان صار معنا مشكله واحد يعرف يتصرف. لا 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 تاكل هم طالما عم بسوق انا ما منضيع. على هالنسوي نسيت عبي بنزين. ممتاز كملت كملت. ولك بابا انا عارفه المشوار من اوله. طالع انت على مشوار طريق بنزين قدامك عم بقول لك ما فيها. ليش ما عبيت بنزين؟ هاي قطعنا على الطريق. ايش بدك تعمل هلا؟ تفضل طول لي بالك. ما شرط يكون بنزين بجوز يكون عطل بالموتور من قدام. خليني اقطع اشوفه. ايش الاوضاع؟ ايش طلع معك الصار؟ لا لا اطمن الامور لوز. هلا هي عم تخبط معدتها شوي وسخنانه. بالله شو معدتها عم تلعب سخنانه؟ ليقوم هي حامل بقاله شهر برا طلع لي. لا بدنا نمزح مع بعض نحن. الله وقت المزح لانه ايش بدنا نعمل؟ الله يعني ايش بدنا نعمل؟ شطبنا بنزين والموتور خلصان زيته. ابشر سياره تعطلت. عطلت وري ايش بدنا نكمل؟ هلا مو مشكله. وهي سكرناها. انا طلعت على الموقع بايان عنا تقريبا شي 40 كيلو. نحن تمشي امشي. شو 40 كيلو بدك تمشينا؟ ليش احنا رايحين على الحج؟ لا والله ما بنزل بمشي. روح لحالك انا بارك بالسياره. اسمعوا لك مطول بالي عليك من اول ما قطعنا. انزل بكرامتك خلينا نروح على 40 كيلو تمشي. يا الله على هالبشفه كل ريعتها. عندك خلص. انا ما عاد قادر امشي ولا نص متر لسه. وين راي؟ حاجة نوم حاجة نوم. بدل ما تشكرني اني جايبك على هذا المكان. لحظة شوي انا هاي حديقة بعرفها. هاي حديقة العشاق. يعني ما بيجوا عليها غير العشاق. ايش الحكي؟ مو بس هيك مجهز لك مفاجأة خرافية. بدنا نقضي نهارنا كلياته هون من الفطور للعشاء. حنجر عم تحكي حنجر عم تحكي. بس كان ناقصنا لنظبطين وضعنا وجايبين معنا لهون الفهمك انت. ليش ما قلت لنا؟ عيب عليك. دقيت تقم تحسين وبنت سوزي ونسقت معهم هن جايين لهون. رح نفطر ونتغدى ونتعشى سوا. لا ما بصدق عم تحكي جد. يلا شوف لنا بركه حلوه لوقت ما دقن تليفون اشوف ايش صار معي وين صاروا. يلا امنع عيوني امنع عيوني. وين في هون بركه حلوه؟ وين في بركه حلوه؟ وين طلع له هون؟ وكل ياكم بركات حلوه. شي بس هيك هنيك احلى. لا والله هنيك احلى. كنا طلع هنيك. يا يوم على الله هذيك الكوخاية كتير حلوة. بتعرف بابا احسن شغلة عملناها انه ما جبنا معنا امي ومجودة وخدوج لك ارتحنا منه. تا قولي يا رب تخيرك. انت ملبوسة شي؟ شو شو صار هيك؟ قولي بابا تعا ولك شبك شبك. ما تخلي حدا يحكي تليفون. شبك هس هس. اقسم بالله اذا بتقول له لسه عم تعرف شو بصير فيك خليه يجي لهون لحاله. يلا اهدي امي اهدي كل شيء بدك اياه رح يصير. تعا بابا في مصيبه. تعا ليش بدي اجي؟ مسروع هذا شيء لسه. بابا بابا شبك ام عبادة اهلا وسهلا. خرب بيتك من حالك. قصدي قصدي نورتي. خرب بيتك. شو جيتي انت؟ مين جابه؟ الله يسلمك يا موجب. الله يسلمك يا موجب. شايف ابو عبده انا من قيمتهم عم بستناكم. ليش كل هاد تاخرتوا؟ بعد هذا الشغل اللي قلت لي عليه هذا الشغل حديقه عشاء. ليش ما قلت لك؟ ما طلع عنده تصليحات بهي الحديقه وجيت انا شو اصلحون الشغل صار يعني. تصليحات وبهي الحديقه وعباده معك وام تحسين وبنت سوزي. مو يا حقير وفطور وغدا وعشاء. هي سمعتنا يخرب بيتك. مركبة
بجهزتها للصوت. انا كان قصدي عليك انت ولادي، انا كنت بشتهيكم معنا يعني لو كلياتكم هون على الفطور والغدا والعشاء. يو امي طلعت حديقه كثير حلوه، ما توقعتها تكون كلها حلوه. يو انتوا جيتوا؟ ايمت جيتوا؟ امي بدي اروح اتشك بركه المي، اذا فيها كهرباء. قول اعوذ برب الفلق. مين هاد؟ يو ليش ما قلت لك؟ لا ما قلت لي. ايش في؟ امبارحة سمعتك وانت عم تحكي على التليفون عم بتنسق بدك تطلع على الحديقة، فقلت لك الصبح بكير جبت لك ولاد جيت هون. يلا يا ولاد ابوكم بده يفطرنا، ما قلت لنا ايش بدك تعمل لنا فطور؟ يا ربي دخيلك بدهم يفطروا قال، ما حدا بيعرف قلت لي مو ما حدا بيعرف. ابقى تاني مرة لما بدك تحكي بالتليفون احكي برات البيت. انا بعرف انه كانوا عم بتنسطوا علي. اسمع نحن بنعيفهم هون مرتاحين، بنروح انا وانت على اساس بدنا نجيب الفطور وبنشوف انا بنت حسين وبنت سوزي. وطي صوتك اسمعنا. خلاص اوكي امي نحن بدنا نروح مشان نجيب فطور، انتو خليكن هون. ايه وانا رايح معكم كمان، وانا ما متاخر. ماشي يلا يلا ما تاخروا. ها ابو عباده عيني عليك. والله الجو شوب اليوم، كان ضروري يجوا من الباب الثاني. شلون بدي اعدي اروح انا الله لهنيك يا رب. يو لحظة، كأنه هاد عبادة. وقف عندك، انت وين كنت؟ وين كنت انا ايه؟ كنت عم بجيب فطور من هون مو قلت لك؟ ايوه وابوك وينه؟ قولي انكشفنا. بابا ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ قلنا ما بعرف، قلنا ما بعرف. تركته بالسوق كان عم يجيب فطور، تركته هنيك وانا لازم اروح كمان. يلا ماشي اوكي يلا استنى عبادة خدني معك. نعم ايش امرتي؟ سمعوني امي ما حذرتي منوب. امي انا جاي الحديقة كلها شباب، يعني اذا طلعت هلا لبرا وحدا لطش وصار مشاكل ما ندخل مشاكل. ايه سمحتي؟ صح انا شفت شباب كتير تحت، خليك بارضك ما في روحه. انا بفرجيك يا عبادة، انا بفرجيك. مرقنا يلا عدي رقد، عدي رقد روح انت. ماشي يلا انت ركود قدام ركود. يلا انا رايح امي. يو منو هذا اللي ركاد؟ شو بعو بعد عم بروح بيجي ركاد؟ نفدنا عبادة نفدنا. بسرعة بسرعة الحقني خلينا نلحق نشوفهم قبل ما يرجعوا يكشفونا مرة تانية. يلا الو ام تحسينو نحن صرنا على الكراسي. قول لهم لا تأخروا يلا لا تأخروا بسرعة يلا عم استناكم. يا يو شوفي عليك الضرب ما أحلالك، شوف قولي على طولي يخرب بيتك ما أحلاكي. قوم نطبق لنا كم وحدة لوقت ما يجوا، أنا بدي أخذ من الأصفر. عطول أنت تبلش القاي. يا سيدي موافق، أنت خود هذيك ولا بأخذ هاي. ساعة عم جيبوا فطور أمي، يخرب بيتهم من حالهم. يخرب بيتك يا عبادة وأبوي معهم بنات. أمي الحق أمي شبك ايش في يخرب بيتك؟ قومي الحالي يمي ابوي وعبادة مطبقين بناته عم برقصوا سوا، روحي شوفيهم. انا بفرجيك يا ابو عبادة، والله ما بكون مع عبادة اذا ما بشفعك بركة المي. بعد هيك من طريقي لاشوف. احلى ديسكو مع الصبايا، بس ما تعرفنا شو قد عمرها الحلوة. بسرعة بابا خلينا نلحق قبل ما يجوا يمكن يوصلوا. قولي امي أمك ولو عبادة لما بتنحطوا بهيك موقف ما عليك غير تركض. والله لا تاكلوا قتل وانتوا هيك نلعب من هون. أمي والله لا مالي علاقة وين بدك تروح مني؟ تعال هون.